كاب اف ام الكلمه ليك. إيه مريم بن حسين، مريم بن شعبان، تشري ولا تبيع؟ ده نشري لنبيع. زميلتك مسك بالخير يا جاري. علاش تشري تبيع؟ انت في دارك وانا في داري. علاش ليه ما فهميش علاش معناتها باش نشري؟ باش نشري فين؟ باش نحط اللي باش نشريه وباش نبيع القفة هذيك المزيانة. زميلتك في خدمتكم معاكم معناتها في الايام اخر مرة معناتها في مسلسل الايام. اي معناتها انا باش نشري باش نحطها فين معناتها مليني منتج. القفة اللي بجنبك ريتها جوستومون وصلت لي توا لحاجتي به. علاش العرك نتاع الممثلات في الايام؟ مسلسلين صارت مشاكل. لا مش من طرفي انا بالكل، انت كاع معناتها ما فماش عرك بالكل. بالعكس انا زملائي الكل عندنا صداقه اكثريتنا معناتها وحباب الكلنا، ما معناتها بالعكس تربطنا علاقه طيبه جدا. هي عم ناول يظهر لي معناتها سمعوها برشا ناس معناها في اذاعه اخرى واعطت رايها في زملائها هكا بجاحة. من حقها ولا بكل شنية؟ يظهر لي معناها حكيت كلام غير لائق ما يجيش على زملائها واعطت رايها فيهم، ومن المفروض وقت اللي يبدا فنان على الاقل في نفس العمل ساعه مش مطروح انه يعطي رايه في زملائه. ثم معناتها ما كانتش وما زالت ما عندهاش هالخبره الكبيره. هي مسرحيه تكوينها بالاساس من شعبان، وخدمت في مسارح فرنسا معناتها. بيظهر لي انت نبيل شفتها خدمت في مسارح فرنسا اللي تحكي عليهم. ما نذكرناش تحكي لي تحب هي معناتها دونك انت وين السي في نتاعها؟ مادام هي قالت لي تحب انت فين مسارح خدمت؟ حلاوه منك فوايد هذايا. فوالا وي خدمت مسارح لبنان والحاجة اي نجم نقول علاش ليه معناتها. اما انا ما نحبش نقول برشا حاجات معناتها، انا ما نحبش نبدا نحكي ونتبجح ونقول وين خدمت وعملت وكل شيء. يظهر لي كل العمل معناتها كل اناء ينضح بما فيه، والعمل هو اللي يعبر على الشخص. ويظهر لي زايد معناتها باش ندخلوا في متاهات. انا هذا كاب اف ام الكلمه ليك.